مساعد ندى ليبعد الكرة الماضية. المطوع المطوع يعلي كرة والكرة بالراس والكرة جول والكرة جول 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 جول. أزرق كويتي 2-2، ما فيش حد أحسن من حد، هو الكويت. الكويت فعلها الموهوب، فعلها فهد الانيزي، ويظهر فعلا ويسجل اول اهدافه في البطوله. هذا اللاعب الشاب يتالق الان ويسجل في مرمى المشهر، في مرمى الان علي. لاحظ 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 الكره الماضيه، ولاحظ الكره اصطدت في الحارس ثم القائم ثم المطوع ثم في الشبكه الخضراء البيضاء في الشبكه العراقيه. الازرق ازرق ازرق التاريخ، أزرق الأيام الغابرة، أزرق الأيام الحاضرة. إنها أيام جميلة. هكذا يأتي السربي غوران وينجح أمام الألماني ستكا ويسجل هدف التعادل. صارت 2-2 2-2 2-2 2-2.